السلام عليكم عزيزي المشاهد، ومرحبا بك في قناة اختراعات بلدي، ومرحبا بك في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أقوم بصنع لك جهاز كشف المعادن وأمثال هذا الجهاز. فهو بسيط جدا يا أصدقائي، فهو مكون من الراديو فقط وبعض القطع أيضا سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو. إذا كنت جديد معنا في القناة لا تنسى الاشتراك معنا في القناة، ولا تنسى تفعيل قناة الجرس حتى لكي توصلك المواد الجديدة، وحط في قناتنا ولا تنسى تعمل لايك. خلينا مع هذا الفيديو إن شاء الله نطلع عليكم.
الله.